شو يعني ما مش الحال يا؟ هلا انت عملت مشكلة شي؟ لا اخي، القصة مو قصة مشكلة. شو لك عم؟ يعني انا انجرحت وجرح قلبي ما عم بطيب. بدك تعمل جهدك شي، الحب بده جهد. اخي لما بشوف ياسمين عم تطلع عليك بفهم شو ناقصنا. في بينكم نار، انتو نار نار، انتو عم تحرقوا بعضكم. حبيبي قلي انت عم تحكي شي منيح ولا شي سيء؟ طبعا منيح. انتو متعلقين ببعضكم زواج، وهذا اللي قصدته بالنار. انتو متعلقين ببعضكم، متعلقين يعني محروقين، غيرنا نحنا. بينما انتو حبكم بيحرق الدنيا، بس نحنا منقعد وما منلاقي شي نحكي، منقعد هيك. شو عملتي؟ ولا شي. وانت وانا ولا شي. ايوة كذب شي. انتو بينكم نار ونحنا بيننا تلج. بس لا تهتم يا زواج، لا تحاول تواسيني، الفرق مبين. مرحبا. اهلا وسهلا. اجا؟ هاي ما اجا. بيجي، ماني مستعجل. رح يجي ليلى؟ قال رح يتأخر. منشان هيك زعلتي؟ لا، اللي مزعلني انه رجع طنش على الزواج مرة تانية. قال لي رح اعرض عليك الزواج من كذا يوم، ولهلأ ما في ولا اي شيء. يا عيني، ما عم بفهم شو مشكلته. ليش ما عم يعرض علي الزواج؟ انا ما بقدر ضل عايشة بالمجهول اكتر من هيك. سيبكي. ولأمتى رح تستني؟ ما بعرف، بس انا خلص صبري له حدود. شو بيصير لما بيخلص صبرك؟ شو رح يصير يعني؟ بدي قله لازم نفترق. انتي ما بتقدري تتركي صواش ياسمين. انتي من النسوان يلي ما بيقدروا يتركوا اللي بيحبوا. ايه بتراهي؟ ما رح يجي. وزلت لك براهي. لا ترهني، اجا بنشال. منك قلت له 3 ايام، جابهم باخر اليوم الثالث. ايه لا غاوية، ما انا سهل. انا لازم اروح. يلا بخاطركم، مع السلامة. اتصلي بدل ما تقلبي وشي واسأليه انت وين صرت. انا ما بحب كون وحدة نقاء ابنوب. معناها لا تقلبي وشي، عم تهلكي حالك هلاك. ها هاي ايجا. حبيبي ليش تأخرت؟ اجيت. سهلا صواش. مرحبا. أنا كنت هلأ رايحة منشان أترككم لحالكم. عادي سيفكي، عادي. شو هالشنطة؟ هذا حقك من بورا أويان. حقي؟ إيه؟ ما قلت لي إنك خسرتي 500,000 دولار؟ إيه، بس أنت شلون جبتو؟ مو مهم. طلبت منه يدفع لك دينك كمان سيفكي، بس قال لي انه نحن اصدقاء من زمان بنحلها مع بعض.
إذا ما دفع لك بحكي معه باسمك. تسلم سواش، ما في لزوم. نحن يعني أنا وبورا نحن أصدقاء من زمان. ومنين دبر المصاري؟ ما بعرف، ما سألته. سيفجي هدي حالك. 500,000 دولار يا 500,000 دولار طالعتن ودفعتن؟ قال شو؟ مصاري ياسمين. وانا شو بيصير بمصرياتي؟ ما كان عندي بالحياة غير هالبيت وهذا راح بسببك انت. لا تصرخي ماشي، بسببك انت. انت من وين جبت كل هالمبلغ؟ ها؟ صاري مصرياتي كمان، انا كمان بدي. سيفجي عادي هون. تعرف شو قال لي سواش بالدار؟ قال لي بحكي مع بورا باسمك، بدي اياهم بورا، وانا بدي 500,000 دولار. ليك والله بستأجر شي قاتل وبخلص عليك، فهمان ولا لا؟ حاجة خبصي علي هون. ايدك عني يا مصيبة المصايب. لعبت علي كل هالقد وانك رح تشنق حالك وتنط من فوق الجسر؟ ما في معي ولا قرش واحد. اذا ما في شلون دفعت مصاري ياسمين؟ اخذتهم بالفايدة، هلا فهمتي؟ وعم يلاحقوني ناس مسلحين صار لهم شي 3 ايام. رحت لعن جماعة الفائدة؟ شو بعمل؟ هذا سواش بالدار بتعرفي شو يعني؟ وراء 10,000 رجال. بعت رجال واخدوني من البيت، جروني واعطاني مهلة 3 ايام. لا تحطي الحق علي سيدي، انت جبتي لي هالبلوي على راسي. ياسمين بدها تكون شريكي، ما عندها حل تاني. اي صارت؟ شفتي يا خانم لما بتصير شو بصير فينا؟ الله يلعن الشيطان، يلعن الشيطان. ماشي انا معترف بذنبي، ما لازم العب بالبوصة، بس انت كمان شوفي الحقيقه بقى. يا ريتنا افلسنا بدون ياسمين، على الاقل كان بقي بيتي. نسندت على حبيبه ونفدت، بس اثنيناتنا انكشف حالنا. روحي هلا قولي لسواش بالدار، قولي له جيب لي مصاريه من بورا، لروح مشانك كمان لجماعه الفايده. بلكي بالاخر بتلاقي جستي مرميه بشي محل. شو بدنا نعمل هلأ؟ ما بعرف انت شو بدك تعملي، بس انا رح اهرب من الفايدة اكيد. يا ريتك عطيتني خبر بورا. لو قلت لك انت بتمنعيني روح تبع الفايدة؟ طبعا بمنعك. لا بقى تجي لهون سيفجي، ما بدي ارميكي على الخطر. لا تخبص. لا لو سمحتي، اذا بتحبيني ولو شوي لا تجي. ما بدك تروحي معنا؟ بلا. منيح، بكره لكم باخذك انت وبارا. مصطفى خد قول. منيح ابني قول، تعبت كثير. نازعان ناولي لي المربى لمصطفى. خد. ما في شيء براسي ناديه، استني هلا. يلا بنلتقي. صباح الخير. صباح النور خالي. نازان رح تاخذنا بكرة عبيت الألعاب عم مصاباش. بيت الألعاب؟ أوه حلو كتير. يلا أنا رايح. لسه ما خلصت فطورك ابني، عود. لا إذا بتأخر بيعصب المعلم. ومينو هذا المعلم؟ اختي تركيه. يلا بخاطركم. سواش عم بتعبوا الولد كتير بالمستودع. وأنا كمان تعبوني بالزمانات. ما بصر له شي اختي، صار شاب تركيه يشتغل. شو بدك نعمل اكل على العشاء سواش؟ شو ما بدكم، انا مو هون المساء.
ليز أكثر قرمشة. ليز ماكس لست جوعك. شو هالحب هاد؟ والله احترم صواش كتير مبارح بالليل، مدفعوا المصاري عليه. من جيب مصاريك انت كمان من قله؟ لا ما بدي. لا سيفكي، اذا مفكرة انه صواش اخذ المصاري من بورا بالتهديد، شلون اخذهم برأيك؟ لكان لو صواش ما هدده برأيك بورا كان رح يدفع كل هالمصاري؟ طيب معك حق، يمكن يكون صواش هدده، بس لا تنسي انه بورا احتال علينا وركب علينا ديون وهرب. شو يعني كنا منقدر ناخدهم بالطرق القانونية؟ بحياته ما كان دفعهم. ياسمين برأيك بورا دبر المصاري من وين؟ ها؟ يعني والله حسب ما فهمت من صواش صار له زمان عم يستغلك بشغله. قارني بين اكس لارج وبين الوكالات اللي بنفس وضعكم بهذا المجال. الناس كبروا وتغيرت احوالهم واكس لارج ضلت محل. ليش؟ لأنك بتوثقي فيه. نحن بزماناتنا كنا عشاء ياسمين. أنا كنت عايشة مع بورا ياسمين، شلون ما بوثق فيه؟ إذا الوحدة ما بدها توثق بالإنسان اللي بتحبه. يا الله قديش أنا وحدة هبلة. قديش أنا هبلة. قديش هبلة. شوفي هلأ صار في معنا مصاري، منقدر نفتح وكالة. أنا جبتكم مخطط مشان مشروع المصنع، بقدر أتركن عندكم وشوفون براحتكم. كثير منيح. لازم تاخذوا موافقة شركاتكم لأنه عم تقولوا وقتكم قصير. طبعا رح أسألهم، رح أعمل اجتماع مع شركائي. شريكك هون ابني، سأل اللي بدك تسأله. مو أنت خالي، البولونيين. نحن رح نأسس المصنع تبعنا بيوان بالشراكة مع البولونيين، اتفقنا معهم. شو عم بتقول؟ كمل جرد هدول وبعتهم. ماشي خلصتهم، لا تشغل بالك. سجلتهم معي؟ من عدا اللي دخلوا بالاخير. معلم فوزي بتدبرني اذا بدي اطلع بكير شوي؟ خلصت الشغل؟ هدول خلصوا، التانيات بكره بدي اعملهم. ماشي يلا روح. بس لا تقول لاخي. عيب عليك. سجلوا كلهم؟ تقريبا كلهم. اعطيني مهله اسبوع وانا وقتها بعطيك التعليمات النهائيه. ماشي، امتى ما بدك استاذ. يعطيك العافيه. الله معك. ابني امتى زبطت هاي الشغلة؟ لما رجعت نادية من ايطاليا فاضية بلشت الشغل خام. حاجة لا تخجلني هلا، كنت متأملة كتير بس ما زبطت بقى. لا تهتمي، هاي صارت احسن بكتير. وين لقيت البولونيين؟ ما بتتذكر فلاديمير؟ كان سابقنا بصف وكان يطلع مع بنت من جنوب افريقيا. فلاديمير بولزينسكي. ايه تبع الجبنة، عيلته بتملك مزرعة بوارسو. ايه هو شريكنا الجديد. مو معقول، شلون لقيته؟ من الانترنت. حلو، طيب ما لازم نبشر اهل البلد؟ استنى خال، خلينا نوقعه بعدين بنبشرهم. سهلا يا مساء الخير. مساء النور يا بيك. حبيبي انت الليلة عاملني مفاجأة؟ لا، قلت نتعشى سوا.
اهلا وسهلا يا مساء الخير. تفضل. صواش ما في حدا غيرنا هون. ايه اثنيناتنا ولحالنا ما بنرقص. نرقص؟ خليني حد جزداني. مرحبا. أحيانا ما بصدق إني رأيتك يا سما. فكر إني عم بحلم. وأنا كمان. أنا أحيانا بقول يا إلهي قديش أنا محظوظة لأنه سواش بحياتي. كل ما بفيق الصبح أنت أول شي بيخطر ببالي وشك، ضحكتك. بدعي ربي وبقول له يا الله منحني القوة مشان اسعد وحدة وشها بيضحك بكل هالشمال. حياتي قلبك عم يدق بقوة على طول. بدق هيك وانا معك من الحب. من الحب ومنك، من كل شي بيتعلق فيك. أكثر سماكة غني بالنفس جوعك. لا تطلع علي هيك. ليش؟ بتخجلني. بس أنا بحب أطلع هيك. منيح طلع لك. ها ياسمين، حابب ضل طول عمري أطلع عليك هيك. أنا حابب شوفك جنبي كل ما فتحت عيون الصبح. فكرتك ما رح تقلي اياها ابدا. شو هالحكي؟
أنا يمكن تخيلت هاي اللحظة 100 مرة على الأقل. شو قلتي؟ قلت عيدة. تقبلي تتجوزيني؟ معناها اخيرا عرض عليك الزواج. ايه بس شلون مخازن؟ ما شاء الله حلو كتير ياسمين، وتشوفي على وش الخير. ماما احكي لك شي كلمه. ماما قلت لك احكي مو تبكي. فرحت لك كتير بنتي، شو بدي اقول؟ الله يسعدكم طول العمر يا رب. باخر الاسبوع بده يعرفني على عيلته. طيب حكيتي له عن عمر؟ مو قدراني اقول له امي. وانت رح تقولي له؟ يعني خليها بعد ما اتعرف على عيلته، خايفه اني اقول له هلا. ليش بنتي؟
محمد وينه؟ ما اجى اليوم سواش بيك، قال مرضان بده يروح على الدكتور. بلش من هلا يتهرب من الشغل؟ ما بعتقد، رجال شغيل. منيح، عينك عليه ما هيك؟ طبعا طبعا، لا تشغل بالك. سلام. ايوه، رح نشرب بيرة من الصبح لك محمد؟ صبح شو هاد؟ صار الظهر. شو اللي سواك هيك مرة تانية؟ سواش بلدار، نام عند ياسمين الليلة الماضية. لا تقولها، تفاجأت كتير. يا محمد لا تحكي طالع نازل، الرجال مو حبيبة؟ شو رح يعمل؟ يا كمان احنا انفصلنا لأنه ما راحت معي. لا تخربت، انتو انفصلتوا لأنك خنتة. طول الليل عندها، طول الليل. محمد أنا قلت لك انت ما بتقدر تنافس سواش بلدار. مظبوط، بس بحرم عليهم يحبوا بعض. في شي لسه كمان؟ لا. ايه ديلان، اتصلي بوان وقولي لهم يبعثوا المخطط التنظيمي لأرض المصنع، يلزمني للرخصة. ماشي. السلام عليكم سواش بلدار. على مهلي. أخذتوا هداياكم كمان؟ وهلا اركبوا. حطوا حزام الأمان، إيه؟ هوبا. دخيلك نازان، انتبهي وانت عم تسوقي بنتي. حاجة بأمرت خالي، ما بتثقي فيني؟ إذا بدك لا تبعتي بلي. لا يا روحي، لساتك جديدة بالسواقة لهيك حكيت. هاي مضت من زمان مرت خالي، لا تشغلي بالك. منيح، بالسلامة. بلين؟ بلين؟ اوعك تزعلي خالتك؟ اي بنتي؟ هذا الماما. يلا. ميز ماكس يسد جوعك. قهوتكم غير شكل سواش بلدار، دايمة صحة وهنا. ايه احمد مورا، سبب الزيارة؟ سبب الزيارة معروف سواش، انا عرضت عليك عرض وانت لهلا ما جاوبتني. قلت بيجي بسألك مرة تانية. نسيان اني اعطيتك الجواب؟ قلت لك لا. شوف ابني، فكر شوي تاني ماشي، بس ما بعرض عليك هيك عرض مرتين، تعال نتشارك. سبق وعطيتك جواب يا احمد مورا، لا تخليني اعيده. قلت لا وخلصنا. انت عشو معتمد يا علت براسك بدك تبني مصنع وحرضت اهل الضيعه وما في معك ولا نقله؟ الارض عم تلعب فيها الغنم والكلاب، على شو معتمد لهلا؟ معتمد على عقلي يا احمد مورا، على عقلي. فهمت؟ منيح، هذا كان اخر عرض، من هلا ورايح بتعمل اللي بدك اياه. يلا خاطرك. ليش اجا مرة تانية؟ نفس القصة، بدي يدخل شراكة بمصنع وان. كتير هيك، شو هذا؟ والله ضايقني كتير يا. لا تتضايق سواش، شلون ما كان قدرت تلاقي حل للمصنع؟ ما عم فكر بهي. امبارح المسا عرضت الزواج على ياسمين، يوم السبت رح جيبها على بيتنا وعرفها على ابني، بس الرجال مو حالل عنا مثل ما انك شايفه. شلون بقول لهالرجال رح طلق بنتك؟ هذا عنده استعداد يقتل بنته اللي من دمه مشان يأذيني. يلا انا رايح. لوين رايح؟ على البيت، لازم احكي مع امي بسرعة ما يمكن. Thank you.
تصير مشكلة مو هيك؟ لا أبداً، نحن كلهم نعمل احتفال هون، نحن نظاميين كتير، لا تشغلي بالك. إذا صار شي موبايلي مفتوح تتصلي فيني. عند اللزوم بتصل. شكراً. يلا يلا حبيباتي، فوتوا وانبسطوا كتير. باي ماما باي. باي حبيبي. خاطرك خالي نازان. يلا مع السلامة. شو قلت؟ بدك مني عيدة أمي؟ منيح بعيدة لك. يوم السبت رح جيب ياسمين على العشاء مشان أعرفها عليك. طيب؟ أنتي وأختي خالي ومرت خالي ومصطفى تشتشك ما رح تكون هون، وقتها رح تروح لعند أبوها. لا. طيب رح تجي البنت لحالة بس؟ ياسمين امي، اسمها ياسمين، ما بتتصرفوا معها بشكل سيء ولا حدا منكم. شو بدك يا انا نحضر؟ اللي بتحضروه وقت بيجي لعندكم ضيف مهم كتير، يعني هيك شي. ماشي، يلي بدك اياه بيصير من عيوني. ممكن نحكي شوي؟ صفقي حبيبتي. لا تقلي حبيبتي. يعني شو صار لك هلا؟ فوتي لجوا لنحكي. اتركني يا صفقي. ليش عم تعملي هيك؟ معناها سحبت مصاري من وراي. ما منين طلعتي بهي كمان؟ انت جنيتي صواش بالدار هيك قايلة ياسمين. قال لها بورا صار له سنين عم يستهبل سيبكي. وياسمين قالت لي شوفي وكالتنا وشوفي الوكالات التانية. وانت بدل ما تصدقيني بتصدقي هداك الرجال، ما هيك؟ ما معي حق؟ ليش نحنا ما كبرنا بورا؟ ليش الناس كبرت وصارت ونحنا بقينا وكالة صغيرة؟ لانه ما غامرنا سيبكي. انت ما حبيتي تغامري. يا عيب الشوم عليكي، يا عيب الشوم. شو انا مجنون؟ لو معي مصاري بتورط مع تبعول الفائدة؟ وكيف بدي اعرف انك اخذ مصاري بالفائدة؟ بتصل. أنا ماني حابب أي شيء نغص بالنسبة لإلك ولإلي. بعرف. إمتى رح تجي؟ يوم السبت على العشاء. ماشي، وأنا بروح على بيت أهلي. أنا بوديكي لهنيك. ما في لزوم، أنا بروح مع إسماعيل. تشيك
رجاكي فهمين، أنا كتير بحب ياسمين. بفهمك، مثل ما أنا بحبك أنت كمان بتحبها سواش. معناتها تخلي عن حبي. لو بإيدي فورا. عم حاول سواش، صدقني يوم التنين رفع دعوة الطلاق، ما في لزوم حدا يعرف بالقصة. بلا في، مو بدي اتعرف على امك؟ ياسمين انا قلت لك من قبل، قلت لك امي خان ومعها، اوعك تتفاجئ. شلون يعني؟ يعني هي وشها عابس شوي، بتحكي من فوق، لا تاخدي على خاطرك، هيك طبيعتها. رفعت معنويات كتير والله، شكرا. حاسه رح يوقف قلبي يا حبيبتي، انا موجود جنبك، هدي حالك. أخذت هدية لأمك، ما بعرف إذا لازم أخذ لكل اللي بالبيت. كان لازم أخذ يا ترى؟ حبيبي خلينا نروح على شي مول ونشتري هدايا للكل. ما في لزوم حبيبتي، اشتريت لأبي وبكفي. حاسة حالي رح أخترق سواش. اهلين.